كما كتشوفوا هذه البلاصه بلاصه واعره وبلاصه ديال الواد اللي داس فيه الواد. باش نكونوا واقعيين لو كان هذا الواد جاب شويه الفياضه غادي يكون الفيديو افضل. حنا دابا ناقشنا المسائل وجينا ولقينا الواد داز، عارف بأنه غادي نلقى الواد داز، عارف على حسب التجربة ديالو الخبرة ديالي. في نفس الوقت اكتشفت بأنه أمطار غزيرة صيفية هي هذه، لو كان كانت عاصفة رعدية ربما الليل كامل يقدر هذا الواد يجي من جديد، ونتمنى إن شاء الله يكون خير ونتمنى نكتشفوا من جديد هذا الواد جاب الفيضان من جديد. السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد. جينا لكم هاد الواد اللي دار واحد البوز خاص في موقع اجتماعي البارح. هاد الواد هاجم على ساكنة ديال هاد المنطقة، كانوا الناس كيستمتعوا كيعوموا في هاد البلاصة، ولكن هاد الواد هاجم عليهم خاص ربما مع الخمسة. ولكن على الأسف الشديد لقيناه داز. هذه هي المشكله ديال الفيضان، دائما كنقولها ملي كتكون عاصفه رعديه خاص فهاد الجبول ولا النواحي غير كيدوز الواد، الواد كيدوز بعد ساعه ساعتين سوايع ربع سوايع خمس سوايع. شكون الواد اللي كيبقى؟ مثلا كاينه عاصفه رعديه مده 24 ساعه ولا اكثر من 24 ساعه كتكون هذيك عاصفه رعديه، هذا الواد كيبقى. المهم غادي نحاول نشارك معكم ونشجع عليكم بعد الفيديو من البدايه التنهاية، اشتركوا في القناه ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وساعدونا باش نوصلوا القناه 400 كا. ايوا نبداو لكم على بركه الله. الواد داز، ولكن معليش ماشي مشكل غادي نصوروه. اش غادي نقول لكم؟ انا اكتشفت بانه الواد جاي، ولكن ما اكتشفت هذا الواد توصلت الليل، راكم عارفين الليل. وفي نفس الوقت هاد الواد داز، قلت ربما اليوم يقدر نلقى ربما كانت العاصفة رعدية من جديد، ولكن داز. المهم هاد الواد هو اللي دار واحد الضجة، واحد البوز كبير خاص في أكادير وفي المواقع الاجتماعي في أكادير. المهم معليش ماشي مشكل، المهم هو جينا باش نصوروه وجينا هنا باش نكتشفوه. المهم داز، وفي نفس الوقت اش غادي نقول لكم، هاد الواد كان صعب جدا جدا جدا، كان قوي تماما ماشي سهل، حيت على حسب التجربه ديالي والخبره ديالي كيبان بانه الواد كان مجهد. هانتوما المكان ديالكم كما كتشوفوه هاد البلاصه، وهاد المكان اللي شفتوا هاد الشجره خاص في هاد المكان اللي كتشوفوه هنا بحال هاد البلاصه هنا، اذا كيتسمى الواد صعب جدا. واخا هو البلاصه ديالو كبيره، ولكن هاد البلاصه اللي هاجم عليها، شوفوا شوفوا الطريقه ديالو، شوفوا الرمله فين وصلها، وفي نفس الوقت بالنسبه للبحر بين فيه الفيضان خاص في اللون ديال البحر كيبان بانه كان الفيضان مجهد تماما. وهذا الواد جا واحد السرعه خياليه تماما، كما كتشوفوا هذه البلاصه كلها كان مجهد، واد كان صعب جدا. وفي نفس الوقت الواد اللي كان صعيب وكان الهجوم ديالو قوي دائما كيدير هذه الحفره بحال هذه الحفره اللي كتشوفوا معنا هنا وتلهيه، اذا كيبان بانه كان واحد الهجوم قوي، واحد السرعه صعيبه. ما تخيلوش السرعه ديال هذا الواد شحال شحال صعيبه، على حسب التجربه ديالو الخبره ديالي، حيت بعض المرات الواد كيجي عادي جدا، ولكن هاد السرعه وهاد الحفره اللي دار هاد الواد بانه كان قوي. وفي نفس الوقت كانت العاصفه رعديه مشهده خاص في النواحي ديال اكادير والجبوله، ربما كانت العاصفه مشهده خاص في هذا المكان، ولكن الواد جاء بالفيضان قوي خاص في هذا الجبل لهذا الاتجاه. اذا اش غادي نقول لكم، الواد اللي كيكون الواد صعب جدا بهذه الطريقه الشره ديالو صعيبه كيكون قوي، باش تعرفوا الواد صعب جدا. كتشوف الواد جاي بواحد السرعه، ومن بعد كتشوف هاد الحفره كبيره خاصه، كتشوف بزاف ديال الحفره، بانه تعرفوا بانه السرعه ديال الواد صعبه جدا جدا جدا. في نفس الوقت كيبين بانه بعض الناس كانوا كيستمتعوا وكيتمتعوا بالاجواء الصيفيه خاصه في هذا المكان، وفي نفس الوقت كذلك هاد البلاصه، وفي نفس الوقت كانوا ربما مبلاصين هنا، وفي نفس الوقت هاجم عليهم الواد قال لهم الواد بلاتي بلاتي وغي تسناو وما تخافوا، راه غير دايز راه غير انا غير واد هذا، وهاجم عليهم الواد وبعد الناس باغيين يقطع الواد باش يدوزوا هنا. وفي نفس الوقت على حسب ما اكتشفت على حسب التجربه ديالي، في الاول الواد جاء سهل، ولكن بعد ساعه ولا بعد
تهد تماما وشفنا بعض الناس تحدوا الواد وقطعوا الواد. المهم معليش المهم ما كاينش الاضرار وما كاينش بعض المشاكل خاص ديال هذا الواد فاش وقت السفينه. اذا كما كتشوفوا اللهم بارك هذا الواد اللي هاجم شوفوا تبارك وعلاش احنا ما علمتيناش وعلاش ما تقول البيسيف باش يجي يصورك مع الطبيب باش نكونوا واقعيين حيت اكادير كنت انا في طالبرشت طالبرشت ما كايناش الشتا نهائيا وفي نفس الوقت درت بعد الفيديوهات قلت لكم باي نور الشتا كاينه كاينه الشتا في واحد البلاصه ربما انه واحد ديال اكادير. كما كتشوفوا هاد البلاصه بلاصه واعره وبلاصه ديال الواد اللي داس فيه الواد باش نكونوا واقعيين. لو كان هاد الواد جاب شويه الفياضه غادي يكون الفيديو افضل. حنا دابا ناقشنا المسائل وجينا ولقينا الواد داز عارف بأنه غادي نلقى الواد داز عارف على حسب التجربه ديالو الخبره ديالي. في نفس الوقت اكتشفت بأنه امطار غزيره صيفيه هي هذه. لو كانت عاصفه رعديه ربما الليل كامل يقدر هذا الواد يجي من جديد ونتمنى ان شاء الله يكون خير ونتمنى نكتشفوا من جديد هذا الواد جاب الفيضان من جديد. اذا اجواء باقي ديال الشتاء ربما ممكن تكون الشتاء اي لحظه ممكن تكون الشتاء وتجي من جديد خاص هذا الواد. المهم هاد الواد البارح فاش داز والواد اش غادي نقول لكم دار واحد الضجه خاص في المواقع الاجتماعي وفي نفس الوقت اش غادي نقول لكم غادي نحاول نوصل لكم هاد الواد ديال اليوم واد دار تاهو ربما الى شفنا الفيضان ان شاء الله. حنا كما قلنا دائما نحاولوا نصوروا الواد دائما المحتوى ديال الفيضان كنصوروا. المهم كما كتشوفوا المكان ديال الواد هاد البلاصه اللي داك الفيديو اللي دارها واحد البوز خاص في المواقع الاجتماعي هاد البلاصه هاد الواد هاجم البارح على بعد الساكنه وفي نفس الوقت الحمد لله دازوا الناس بخير كما كتشوفوا تبارك الله خيال واد خصو غير الفيض. ما كرهناش اخويا تجي من جديد والله ما كرهنا تجي من جديد تكون هاجيتي من جديد باش يفرح بزاف بزاف هو يحمق على الفيض. كما كتشوفوا هاد القنطره ديال هاد الواد اللي دار واحد الضجه خاص في المواقع الاجتماعي وفي نفس الوقت كما قلنا قنطره غزيره كانت في هاد المناطق ربما اي موتر كانت العاصفه رعديه امسوان ما سمعت بانه امسوان كانت فيها عاصفه رعديه وربما حتى اليوم في الصباح كانت العاصفه رعديه خاص في امسوان وربما إيحاحان. اذا هاد المناطق كلهم العاصفه رعديه بعد ارتفاع درجه الحراره كتكون سخونه ملي كتكون هاد السخونه كيكون عاصفه رعديه. في نفس الوقت هاد العاصفه الرعديه فين كتكون بالضبط المناطق اللي فيه 45 درجه 46 50 درجه بعد المدن في المغرب. مثلا نشوفوا ورزازات اللهم بارك فيضانات ديال بصح زاكوره فيضانات ديال بصح طاطا فيضانات ديال بصح المنطقه ديال الصحراء المغربيه ربما النواحي ديال تغجيشت الفيضانات ديال بصح شفنا امتضي واحد البلاصه كيقول لي امتضي شفنا فيضانات قويه اطلس الصغير فيضانات قويه طاطا اقا هاد المناطق كلهم فيهم عاصفه رعديه الله ما بارك. انا والمهم اخوتي غادي نحاولوا نصور لكم هذيك التجاه اخرى واحد البلاصه اخرى حتى هي غادي نصورها ان شاء الله ونشارك معكم ما افضل ان شاء الله بحول الله. ايوا هذه هي قاعدتي اخوتي دائما يكون شي واد نجيو هذه هي البدايه دابا راه الخريف باقي وقت الشتاء ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا مجهودات ان شاء الله شهر 10 الى كان الفيضان نجيو نصور لكم هذا الواد شهر 11 كاين الفيضان نجيو نصور لكم هذا الواد شهر 12 كذلك نجيو نصور لكم هذا الواد. دابا هذه الاوديه اول مره غادي نصورهم وفي نفس الوقت انا فرحان بزاف نصور هذا الواد الى ان شاء الله كان الشتاء وكان الفيضان وفي نفس الوقت العاصفه الرعديه ديال الصيف هذه هي قاعدتها عندها مساله ديال الوقت ماشي بحال الشتاء ملي كتكون الشتاء في الليل كيجي الواد تكون الشتاء مع الربعه يجي الواد هاد الشتاء مؤقتا عندها توقيت فقط مع الثلاثه ولا الاربعه ولا الخمسه ثلاثه السوايع بين الثلاثه والاربعه والخمسه فقط كتكون عاصفه رعديه وفي الليل صعب جدا تكون عاصفه رعديه في الليل قليل بعض المرات. اذا اجواء خياليه اجواء ممتعه اذا جينا باش نصور هاد الواد كنعتذر لكم عادي جدا المهم حنا نصوروا هذا هو المهم ونكتشفوا لكم المكان فاش داز الواد المكان فاش داز الواد هو هذا اللهم بارك. هاد البلاصه كلها داز فيها الواد وهنا كيبين بانه كان الواد صعب جدا
على حسب التجربه ديالي والخبره ديالي الواد كان صعب، الواد ما كانش سهل تماما باش نكونوا واقعيين. شوفوا الاخوان، شوفوا وهذوك ديال الشجره ديال الاركان، اذا هذيك الشجره ديال الاركان وعندكم هذيك البلاصه اللي فيها الربع، اذا كيبان بانه واد ما كان سهل تماما. هذا الواد كان صعب جدا، جاب واحد قوه ولكن داز، واخا حنا جينا في الوقت داز. وهذه البلاصه كلها كتشوفوها، شوفوا تبارك الله، اذا الجروفه كاين بزاف ديال الحوايج، والسرعه ديال الواد كما كتشوفوا السرعه ديال الواد مجهده، وهذا الحفير ديال هذه البلاصه كيبين بانه واد ما كان سهل تماما. وهذيك البلاصه اللي فيها هذاك الربيع وداك الشيء ماشي بحال هذاك الشيء ديال الواد، هذيك اذا كيبين بانه الواد كان مجهد، وفي نفس الوقت حط الفيضان لهذيك الاتجاه وحط لهذيك البلاصه الفيضان، حط لهذ البلاصه كامل. وفي نفس الوقت حاليا البحر باقي كيبين بانه الفيضان الداخلي، شوفوا اللون ديال البحر في شكل. اذا هذا الواد ناقشناه بالطريقه ديالنا، وغادي نحاولوا نصوروا لكم الداخل ديال الواد، وراه تما غادي نصوروا حتى هو، حيت تما ما بارطاجا حتى شي واحد، وغادي يمشي لكم بزاف، غادي يصور لكم حيت هنا اللي دار البوس، هذه القنطره دارت البوس في المواقع الجبلية، وهنا دار البوس وكان الفيضان مجهد تماما. اذا نتمنى الاعجاب ديالكم، الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وعندكم هذه البلاصه حتى هي كما كتشوفوها، يقدر شي حد يدوز هنا ويقدر يطيح هذه البلاصه بحال بحال دابا بزاف. ها شوف شوف دابا بزاف نيورك على هذه البارطيه، دابا بزاف نيور، ها شوف شوف او ها تلقى بزاف، يقدر دابا بزاف يزلق ليكو، اي يزلق بزاف. ها ريت لي ما سولت لي ناتي انا ما بدا هاني سافنا تي شقان، انا يسافن شقان انا هو حبي يخدم هادي حبي غير يسافن او حبي راه تري والو انت نيت توصل البلاصه اللي غير يزلق غير تجري غير تريش باين زعما عاتي كي واحد كاتي وري لي كي قال الخبير غير يسافن ان كاي كان بحيد غيسف، ان كاي كان الخبيره ماشي يسف، وري لي ما رد ديك، وان كاي كان الرتبه الاولى. هي 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 تبارك الله، هي هي النجاح ما يكره النجاح، النجاح ديما اي واحد يحبك. ايوا كل اللي تزرى ما دانسا وين ماكش حيت هاد المنطقه ديال الشحيره كيسي لا نسوس امازيغيه الا مصري، وكل اللي تزرى ما سيفات تبارك الله تي يود الفيضان ماشي يسري هكذا، والخسائر تور اللي انت الخسائر لا تكر الحاجه يسري هو شي فرا بخير. نتمنى الخير هذا اكون عيش باس ردي باش ردي نصور قالت البلاصه ديالي ماشي سكيها. ايوا كما كتشوفوا معنا المكان ديال الواد، الواد اللي صورنا لكم كاين في الاتجاه هنا، ولكن جينا نصور لكم هاد البلايص اخرين. ها شوفوا شوفوا المكان ديال الواد، هنا دازت فيه العاصفه الرعديه، شوف تبارك الله هاد البلاصه كلها دازت فيه عاصفه رعديه، وهاد البلاصه حتى هي كما كتشوفوا الارض هنا باش تعرفوا بانه السيول كانت العاصفه الرعديه مجهده في هاد المكان. باش نكونوا واقعيين حتى هاد المكان كانت فيه عاصفه رعديه، ها كانت عاصفه رعديه باش تعرفوا بأن الواد ما جابش الفيضان من بعيد، ولكن حتى هنا كانت فيه عاصفه رعديه اللهم بارك. كما كتشوفوا هذا المكان فيه داكشي ديال السيول ديال الفيضان اللهم بارك. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. اذا ايوا كما كتشوفوا معنا الواد اللي صورنا لكم في البدايه هو هذا، جينا وراه تما لقدام هنا اللور، هذا هو اللور ديال الواد كما كتشوفوا هنا قنطره وهنا الواد، الواد اللي دار واحد الضجه وجاب السيول هو هذا، ولكن حنا جينا لقيناه داز معليش ماشي مشكل. وهاد البلاصه هو شوفوا سبحان الله المساحه ديال الواد شوفوا صغيره، ولكن هنا دار كارثه باش نكونوا واضحين. علاش دار كارثه هنا؟ باش نوضح لكم، بعض الناس يقول لك واحد كارثة الواد جاب الفيضان من هنا، باش نوضح لكم علاش دار الكارثة هنا، باش نشرح لكم. دابا كاين هذيك البارتي لهي هذاك الواد من لهي، كاين واحد الدعم من لهي وكاين واحد الدعم من هنا، باش نكونوا واضحين كاين في هذه البلاصة. إذا الدعم من هنا والدعم من لهي ديال هذاك الواد، وحط واحد النيفو مجهد تماما هنا، وفي نفس الوقت الدعم ديال الواد من هذا، اذا ثلاثه اتجاه ماشي اتجاه واحد،
كون كانت اتجاه واحده تكون عادي، ولكن حتى هنا لعب الدور الدعم ديال الواد باش نكون واضح. حيت كاين واد هناك جاب الفيضان وهنا حتى هو جاب الفيضان، وكما كتشوفوا بعينه عاصفه رعديه راه دازت هنا. دازت عاصفه رعديه، بعض الناس يقول لك لا راه جاب الفيضان في هذوك الجبوله، معلوم جاب الفيضان من هذوك الجبوله، ولكن حتى هنا كانت العاصفه رعديه باش نكونوا واقعيين، كانت عاصفه رعديه مجهده. وفي نفس الوقت هاد الواد علاش دار البوس؟ حيت الناس كانوا باغيين يقطعوا الواد، وواحد السياره داكشي علاش المواقع الاجتماعي بارطاجاوه. هاد الواد خيال، على حسب التجربه ديالي والخبره ديالي اكثر هي الفيضان لمجهد ماشي من هاد الاتجاه، ولكن الدعم المباشر الدعم من هنا ومن هنا حطى واحد السرعه خياليه. باش نكون واضحين، وفي نفس الوقت الضرب ديال هنا غيزلق ليكم بزاف فيو بغيت ريتا فيو ثانيت فيزا فيو زيد يزرق يلا كمل روح روح السكة يقول يلا يموت فيزا يموت واسي. شوفوا تبارك الله اذا المساحه ديال هذا الواد خيالي، والسرعه ديال هذا الواد حطاه هنا هاد القنطره هاد البلاصه. وفي نفس الوقت حاليا كتوجه 25 فانسك هي هذه، والطريق ديال صويره احاحات مناري مسوان الطريق ديالهم من هنا هم هو التركين هنا. كاين واحد الواد حتى هو غنمشيو نصوروه باللي كان خاوي نصوروه ما كان خاوي نصوروه اللي كان. اذا الواد هو هذا كما كتشوفوا، اللهم بارك، اجواء رائعه جدا باش تعرفوا. شوفوا كانت الشتاء، وفي نفس الوقت على حسب التجربه ديالي باينه هذا الواد ما كانش مجهد بزاف، جا عادي لورمال هاد الواد عادي، ولكن السيول والفيضان قوي كما قلت لكم الدعم المباشر من هناك من هنا ومن هنا، جاو الفيضان كثير من هنا ومن هنا. وفي نفس الوقت ملي جا هاد الواد لهنا وتلقى مع هذاك الفيضان وتلقى مع هذا تجمعوا وحطوا واحد السرعه قويه. باش نكون واضحين كما كنقول واحد اليد ما كتصفق، ولكن الا كاين جوج يد كتصفق بحال هذيك الطريقه ديال هاد الواد. اذا اجواء رائعه جدا، اجواء ممتعه خاص في هذا الواد. المهم جينا باش نشاركوا معكم هذا الواد. تبارك الله كما كتشوفوا واد ديال 25، وانا فرحان باش نصور لكم هذا الواد. هذه فرصتي باش نصور هذا الواد كما كتشوفوا الماكين ديال الواد. اذا الواد عادي عادي، الواد جاء البارح عادي هنا جاء عادي، ولكن السرعه كما قلت لكم بحال هاد البلايص بحال هاد البلايص كيحطوا شويه الشتاء، وفي نفس الوقت كتكون هذيك العاصفه رعديه مجهده والفيضان ديال الصيف هو واحد. تبارك الله. اش غادي نقول لكم، هاد البلاصه كامله فيها شويه ديال الفيضان بعد السيول. اذا نتمنى الاعجاب ديالكم باش تعرفوا راه كنضربوا تمر ديال الفصاح. هذا هو الواقع، هاد الشارع ماشي ساهل اخوتي، ما تقولش لا هو عز الكاميرا كتكور الواد صافي. با تشوفوا انت المشاكل اللي كنعانيو منها. قبيله كنت غادي نزلق والله العظيم. هنا ليه الطراب ديالو فشكال كان بزاف، قبيله غادي يزلق. مالها واتريت اسيف عرفتي انت راه رايح تضرب فيه هاني تلبس شريت لي ضروري التناني كشمسي الزواتي بزاف الخلال هاك شمسي الزواتي. جيت الغواشي تصورت من بعيد وهو كشم عومك كيبس عومك ركزي عومك راه دورت. كما كتشوفوا اللهم بارك المكان ديال الواد داز، الواد داز ما انا هو تريد كيقلب بزاف عرفت لي ماشي شريت لي لا ثاني فاش كتي صيزونت واسي ها باش تعرفوا بعينو الواد ما كانش مجهد بزاف. باش نكونوا واقعيين، لو كان الواد مجهد هاد البارتيات غادي يمشيو يمشيو هاد البارتي ما غاديش يبقاو، غتولي هاد البلاصه بحال هاد البارتي ما يبقاوش كون كان الواد مجهد. ها شوف دابا باش نكونوا واقعيين، ويقدر هاد الشجره تحيي غاديش تبقى كون كان واحد السرعه، ولكن السرعه ديال الواد من هنا من هنا الدعم المباشر. واش فهمتوا؟ دابا الفيضان جا من هاد الاتجاه ومن هاد الاتجاه، وهنا هاد البلاصه اللي قلت لكم جا لورمال، فيضان جا هنا لورمال، ولكن الدعم المباشر حطى واحد الضجه وحطى واحد السرعه خياليه في هذا المكان. باش نكونوا واقعيين
المكان ديال الواد كما كتشوفوا مكان الواد فاش داز الواد وفي نفس الوقت شوفوا تبارك الله شوفوا المكان ديال الواد هذا عمل مباشر من هنا فاش كان السرعه ديال الواد اللهم بارك تبارك الله ابي زعما كيقلب عليها غادي يسرق لكم هذا هو المشكل غيسرق لكم هنا ويطيح لكم في الغيز شتي كيما قلت لكم انا يا اخوان ها الدعم المباشر ها هنا فاش جا الفيضان بزاف وهنا شوفوا تبارك الله هذا الواد هو اللي دار واحد الضجه في المواقع الاجتماعي هذا الواد هو اللي تبارطاجا البارح جينا باش نصوروا انا الحمد لله محظوظ دابا فين والله الا محظوظين بالله علاش ما جيتش في الوقت المناسب حيت ما كنتش جبت خبر هادشي اللي كاين كون جبت خبر كون جيت حيت انا جبت خبر مع 8 ولا جيت لهنا غنلقى الظلام صافي الواد داز ايوا كما كتشوفوا المكان ديال الواد الحمد لله المهم هذا هو المهم شاركنا معكم المعلومات على الواد وشاركنا معكم المهم جينا صورنا هادشي اللي كاين ولكن كنوعدكم ان شاء الله بالله غيكون الفيضان من جديد ان شاء الله غادي نجي الفيضان في شهر 10 نجيو نصوروه شهر 11 نجيو نصوروه شهر 12 نجيو نصوروه شهر 1 نجيو نصوروه قلت لك هاد الشتا غنجيو هاد الواد نصوروه ان شاء الله بحول الله هاد البلاصه كما قلت لكم لانه الواد راه ما كانش مجهد بزاف على حسب ولكن كان واحد السرعه خياليه خاص في هاد الواد وفي نفس الوقت على حسب الخبره ديالو والتجربه ديالو في الاوديه كيبان بانه واد نورمال عادي ماشي شي حاجه مجهده كما كيقولوا في المواقع الاجتماعي اسف انه يا ربي السلامه غزرت اسف 25 ماني كيسكر واي مي كيوي ايه هاجميه السرعه زرات ايه جاتنا على الغا ارتصيه في الهجم في اللسنه المهم هادشي اللي كاين اخوتي في هذا الفيديو نتمنى الاعجاب ديالكم الاشتراك في القناه تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد 25 أكادير المغرب.